واحد السائح كوري جا لمراكش وتنصب عليه وتخيلوا معايا باللي باعوا ليه برايوه ب 50 درهم الاخوان. تخيلوا معايا 50 درهم. تفرجوا في الفيديو من بعد نعطيكم تعليق ديالي. تفرجوا لا هذا 50 هذا 50 50 درهم هذا 35 تمام ذس از 50 50 الله يجزي الاخوان حرام ما في كذا نصدقوه نصدقوه في سبيل الله يا بابا شوف باو توخيزي على قد ما هادشي كيضحك الاخوان وصراحه كيضحك على قد ما كيبكي. تخيلوا معايا ان برايوه ب 50 درهم. تخيلوا معايا 50 درهم وفاش لاح هذيك السطوري انه هو واخد اربعه البرايوات. ما فهمتش علاش هو خدا اربعه البرايوات هو ملي عارف برايوه دايره ب 50 درهم واخد اربعه. وديك اللعبه راه نصب عليا النصبه هي هذيك مقاده وكاتب عليها 200 درهم وداك دوريتوس مع شنو 35 درهم وكوكب 15 درهم. حتى خونا هذا اللي بايع عليه هادشي هو راه ما كيحشمش. وهادشي ترى الاخوان في مدينه مراكش ومدينه مراكش الاخوان راه مدينه سياحيه بامتياز. ولكن مع الاسف ان في مدينه مراكش ما كنعممش كاينين الرجال في مدينه مراكش وكاينين الناس كيعرفوا انهم يتعاملوا وكاين حسن الضيافه وكل شيء. ولكن كاين شي ناس فيهم استغلال لان باش يجي عندك سائح وتمشي تبيع ليه هادشي بالثمن. فين هي مراقبه الاسعار الاخوان؟ فين هي شرطه السياحه؟ شرطه السياحه خاصها تدخل الاخوان. المشكله الاخوان انكم نتوما ديما كتقلبوا على الربح السريع واي واحد كيقلب على الربح السريع ما كيربحش في حياته لان هذا نصيب. وتخيلوا معايا ان هاد خونا راه نزاق هاد الكوري حتى هو راه فيه تنازق ديال الكوريا مشى المرجان دا داك خونا المغربي وعاد يشيرو مع شنو هو ومشى كيصور لهم الاثمنه زعما راه شوف راه تقولب عليا وكيدور ديك الدواره كيما كتشوفوا دابا. وكوكا قال لها ما هي كوكا دايره ب 4 دراهم هو بايع لي ب 15 درهم وفي بلاصه الشيبسات لقى ديك 17 درهم ماشي 35 درهم. تلا قلت هو واش ما كتحشمش ما كتحشمش انا دابا غنوجهني واش ما كتحشمش الله الاخوان راه كيضحك راه قلت لكم على قد ما كيضحك على قد ما كيبكي. والسيد هذيك اللعبه بكل بروده دم كيبيع لي هادشي الاخوان. نعاود لكم واحد القصه طريفه. كنت الاخوان في كازا نيت واحد النهار واحد خونا افريقي كان حدا نقول لكم حدا ميغاراما تماك واحد الساكه باش الانسان. تخيلوا معايا ان قبل ما ندخل ميغاراما مشيت وخديت قرعه الماء بواحد الثمن زوين رجعت زعما الثمن ديال دي سيدي علي. وملي رجعت باش ناخذ كوكا الاخوان باع لي ب 15 درهم وانا ما ديتش باش حتى طلعت الطوموبيل هذا طلعت معايا الصاده ديال انه باع لي ب 15 درهم الاخوان. اخوان حداو مع هاد النصاب هادو حداو مع هاد النصاب. والاخوان هذا نداء هذا نداء شرطه السياحه انها تدخل انها تراقب الاسعار وتراقب هاد الناس هادو اللي كيبيعوا هاد الشيء. هاد البرايوه ديال 50 درهم اش فيها بغيت نفهم. هذا واحد السؤال بغيت نطرحه. هاد البرايوه ديال 50 درهم اشنو فيها؟ مثلثة وانت شاد نفسي كاين بحال هكا وكيوريها للناس كيقول لهم ها هي دايره 50 درهم واللي بقى فيا مسكين هو في الاخر ديال الستوري ديالو كيقول حشوبه حشوبه زعما فهمتي راه كيندد كيعاود الكلمه والاخر ما رحموش قال لي زعما واش انا نبيع هادشي فابور. شوف الاخوان زعما الوقاحه ديال هاد السيد هذا راه فريمون وقاحه باش نهضر معاكم في الواقع الاخوان. وهادشي ما كيضحكش زعما الا كان شي واحد فهادشي ومراكش الاخوان راه كنقول لكم باش ما انا شوف كيعجبني مراكش وكنمشي لمراكش وكنزور مراكش وكيعجبوني الناس ديال مراكش. ولكن الرجال وهادو ماشي الرجال اللي كيديروا هاد الفعيله هادو واش البرانيين انا ما فهمتش ما عرفتش لان المراكشيين الحقيقيين المراكشيين الاصليين ما فيهمش هاد الفعيله النصابيت. وخاصكم تعرفوا واحد القضيه باللي ديما كيطراو في حال هاد الوقائع حتى هما لين طاكسيات تماك وماشي غير في مراكش الاخوان باش ما نبقاوش حنا ديما مكونسونطري على مراكش. راه مدن اخرى حتى هي في هذه القضيه هذه في هذا النصيب هذا غير هو مراكش لان مراكش الاخوان معروفه عالميا كيجيو لها فنانين كيجيو لها معروفه الاخوان. داكشي علاش كاينين شي ناس كيستغلوا هذا الشيء وكتضربوا السياحه راكم كتضربوا السياحه وديما الكوري كدار بها الاخوان. حتى واحد مشى لكازا الاخوان مشى مصور مسكين مع واحد خونا وبدا طلع عليه ولا حاب ستوري ما فهمتش الكوري ديما كدار بيه عندنا في هاد البلاد كدار والله ما علينا الاخوان. تهلاو في السياح تهلاو في السياحه يجي عندك شي واحد كبر بيه ديك البرايه وعطيها لي فابور
ونبيع عليه ب 10 دراهم هذيك حلاوته باش محمره بعدا. انا بغيت نسال انا دابا واحد السؤال، باش واش بالكافيار ولا باش بالحوت باش معمره؟ باش معمره باش حاطه اصلا من حتى داك البريزونطاسيون ديال البريواز زعما بداك التويت الكوري تا هو مزطي. دابا راك جاب دابا الكوري ضرب على دوك البريواز قال اه شي حاجه سبيسيال ما بان لي داكشي سليله لعيبات. قال دابا حنا راه ما يمكنش لينا ناخذ بريوا بريزونتي بهذيك الطريقه ب 50 درهم، وهو حيت مشى الكوري على الخولة تا هو الاخر جلات تا هو ما عقلش عليه قال لي 50 درهم صممكم. بغيت غير نفهم اشنو جا هذاك السيد باش يعطي الثمن في ديك البريوه ب 50 درهم. انا كنعرف بسطيله الحوت ولا بسطيله الدجاج وكتلقاها ب 50 درهم وكبيره يضربوا فيها جوج ديال الناس 50 درهم. لا لا عيقتو عيقتو الاخوان دابا راك تضربوا نتوما دابا هاد الناس كذاك. شوفوا راه كنمشي لمراكش بزاف وكنمشي للمدن السياحيه وديما كنهضر مع دوك الناس ديال السياحه وكيقول لنا راه السياحه ضربات عندنا ما بقاوش كيجيونا الزوار ما بقاوش كيجيو عندنا السياح وكيمشيو كيفضلوا. راه الاخوان نتوما راه كاينين شي ناس هما اللي كيضربوا السياحه، راه بحال هاد الانواع ديال المعامله هي اللي كتضرب السياحه. راه خصكم تبريزونطيو الاخوان المغرب بواحد الطريقه جميله وزوينه. الاخوان راه عيب وحشومه. راه دابا المغربي ما بقاش باغي حتى السياحه الداخليه ضربتوها سبقاش السياحه الخارجيه ديال الناس اللي كتجيو من برا. راه حتى الداخليه راه حتى الناس اللي غتبغي مثلا تمشي تضرب دويره مثلا داك غتقول علاش مشينا لتايلاند. تايلاند رخيصه مشينا لتركيا مشينا المدن اللي رخيصه المعيشه رخيصه وبنادم فهمتي ميسر. وحتى لي زوطيل الغلاف لي زوطيل الغلاف في الطاكسيات الغلاف كلشي وعيقتو بزاف. هاد الكوري هذا راه باين بزاف د الحوايج وهاد الواقع هادي راه دايره طوندونس الاخوان. راه فين ما ندور ما كنتش فاهم في الديبار كيبان ليا تشيبس وداك الشيء كنقول واش هاد الحماق هذا يقولوا شينوي باش شينوي. راه اخوان راه كوري ماشي شينوي هذاك راه كوري كوري. ما هادي راه تنصب عليه ما فهمتش ما قلبت منين بانت ليا كتبارطاجا بزاف قلبت في ليستوار قلت هذا راه موضوع خطير هذا راه موضوع خطير هذا راه ما خصوش نمشي يدار مرور الكرام. ميمكنش الاخوان ودوك الناس اللي جامع فينا تتوما غنهضر عليكم واحد البلان راه حشومه كتزيدوا في لي بري بزاف. هادي راه نصائح تلاقيت بي شخصيا وتشكى من هاد القضيه هادي. الطباسه كتحطوهم صغار بريه طالع بزاف ما كيشبع ما والو حتى البنه دي شحال هادي ما بقاتش. ما كنتاقش لكم داكشي ديالكم الاخوان شي حاجه ولكن باش الى انتقاد بناء باش انكم تطوروا من شويه بعداك وتهبطوا شويه من الثمن وما تخرجش داك الغميق ديال على بنادم ما تبقاوش ديروه. مراكش مدينه زوينه والناس ديالها زوينين باش ملي يجيو هاجموني انا راه شوف كنحترم ناس مراكش الله يعمر لهم الدار كنتعامل مع ناس ضريفين زوينين الله يعمر لهم الدار ولكن كاينه فئه كما كاينه مراكش علاش كيضرب عليها الضو كيتسلط عليها الضو لانها مدينه كيجيو لها السياح بزاف بطبيعه الحال اننا غنهضروا عليها. حيت مراكش خص تكون مدينه شبه تكون في هذيك لا بيرفيكسيون شويه يكونوا المرافق يكونوا الناس زوينين الناس يتعاملوا مزيان مع السياح يجي عندهم السائح يمشي يكبر به يهبطوا شويه من الثمن هبطوا بالثمن ماشي بالضروره تشبعوا بزاف الاخوان. دابا ها هو السيد هذا تخيلوا معايا يقرقبوا عليه الشرطه ديال السياح. فالاخوان المغزى من هذا الفيديو كامل والخلاصه من هذا الشيء كامل الاخوان هذا الشيء اللي داروا الكوري الاخوان راه كيكريتيك المغرب بطريقه انديريكت. هذا الشيء اللي داروا الكوري راه كريتيك المغرب بطريقه انديريكت هو راه فيها نوعا ما من السخريه ولكن ديك السخريه راه كيمشي كيبطن فيها بزاف ديال لي ميساج على ان المغرب فيه تنصابيت وحنا ما بغيناش نديو هاد الشنعة ديال التنصابيت. فهمتوا الاخوان ما بغيناش نديو الشنعة ديال التنصابيت وتطلق على داك التيكي وتضرب لنا السياحه ديالنا. اذا شفنا هاد الفيديو باش الا تفرج فيه شي واحد الا كيدير هاد الفعيل في اي مدينه سياحيه في المغرب ينقص شويه من التنصابيت اللي فيه نقصوا شويه الاخوان نقصوا راه من السياحه الداخليه. حتى انا مثلا شحال من واحد ما غيبقاش باغي يمشي يسافر ولا يدور المدن المغربيه غيقول علاش انا غندور باش انا نمشيها برا نمشيها برا انا علاش نبقى في المغرب. راه حشومه وعيب وعاره الاخوان
وبلا ما يجي شي واحد عندي يقول لي يا حقة ما حقة راه هادي ويترزق الله وراه يترزق الله. حنا ما قلناش العكس، ولكن بالحلال ماشي بالنصيب. ماشي يجيب مثلا هاك دوريتوس داير ب 13 درهم و 15 درهم كاع ويدير لي 35 درهم، ولا مشي يجيب كوكا كانيت، كوكا كانيت داير 4 درهم يبيع لي ب 15 درهم، ولا برايوة مو ثلاثة تقامت عليه بين 4 درهم 6 درهم يبيع ب 50 درهم. او او ولا حستوريات ستوريات نيت راه الاخوان هادشي بلا ما يجيب الكومونتات، لانني باين انا انا شوف كنسان دوك المراكشيين ولا هاد شي وحدين يقول لي هو انت. انا كنقول بنادم فيق وعيق وبركه من هادشي، مع كل احتراماتي للناس ديال مراكش فيهم رجال وكيمشي لمراكش بزاف وكيكبروا بيا، مع كل احتراماتي للناس ديال مراكش، مش بلا ما يجيو عندي. انا كشوف كنعرف مراكشيين كيمشي لمراكش كيكبروا بيا وما ينوضوش عندي يقول لي انت حقك تسب مراكشيين مراكشيين. انا كنقول في اصغيرة لا اعمم، الله يحفظكم الاخوان، لا اعمم، كاينين في مراكش ناس الرجال وكيديروا تيمان زوين وكتهلاو السياح وكل شيء، ولكن كاينين نصاب. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الاخوان، وهذا كيبقى الراي ديالي، وما كرهتش انا نشوف الاراء ديالكم في لي كومونتير. الله يعاونكم.